بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الطالب معاذ الشريف مصطفى من الصف 11 علمي. اللهم لك الحمد أن وفقني في الصف العاشر، حصلت على نسبة 100%. اللهم لك الحمد، وبعدة أسباب، أولها توفيق ربنا سبحانه وتعالى والشيخ صلاح ضايف جزا الله خير. دخل علينا مرة في الصف ادانا مثلث، قال ده مثلث النجاح والتفوق. فأول المثلث هو الدهولنا، أوله الصلاة على وقتها وعدم التفريط فيها، لأن الصلاة تنظم الوقت، يعني ده أولا. وربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويبارك لك في وقتك عندما تصلي، ومثلا وأيضا القرآن. فتاني حاجة في المثلث هو بر الوالدين. بر الوالدين أما تبرهم هم بيدعوا لك، ودعوة الأب والأم لا يقارنها دعوة، يعني لا يقارنها دعوة أبدا. يعني أنت أما بتدعي دعوة الوالدين أفضل جدا ومستجابة. والثالثة وهو بذل الأسباب، إنك تذاكر، تعمل اللي عليك، تجتهد، توازن ما بين الترفيه والمذاكرة. يعني لا تذاكر وتكبت نفسك، لا طبعا، ذاكر، رتب أولوياتك، وبس اجتهد وترفيه طبعا، يعني نصيب جميل الترفيه. جميل جميل. يعني تنصح الشباب إنهم أولا من الصلاة، ثانيا بر الوالدين، ثالثا بذل الأسباب والمذاكرة. اعمل اللي عليك، توكل على الله سبحانه وتعالى، استعين به قبل ما تبدأ. اللهم إني توكلت عليك، اللهم إني استعنت بك، بس وابدأ ذاكر. بعد ما تخلص انزل ترفه، اتمشى براحتك. إن شاء الله إذا تخرج طموحك وين إن شاء الله؟ بإذن الله على مسيرة أخويا، أخويا أحمد جزا الله خير في طب بشري. إن شاء الله الله ينفع فيك، وتستاهل تستاهل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليماً.